بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن الكاردياك مونيتورنج اندر سوبرفيشن اوف دكتور اميمه، طبعا معاكم زميلكم مروه العشري. اول حاجه نتكلم عليها في الموضوع، نعرف ايه الاوت لاين اللي هنتكلم عنها. اول حاجه الديفينيشن اوف الكاردياك مونيتور، ايه البيربز اوف الكاردياك مونيتورنج، الانديكيشن اوف كاردياك مونيتورنج. نتكلم عن البروسيدجر ونقسمها طبعا لخطوات أساسية. أول حاجة إن احنا بنعمل assessment، تاني حاجة بنعمل preparation، بنعمل preparation لل environment وال nurse وال patient، وبعد كده ندخل على الخطوة اللي بعد كده اللي هي implementation. بعد خلاص البروسيدجر خلصت بنعمل البوست كير، وبعد كده بنعمل documentation. أول حاجة هنتكلم عن definition of cardiac monitoring. Cardiac monitoring is a display of electric current generated by the heart. These electrical impulses are picked up by surface electrode and are transported and then recorded in the ECG. معناه ايه الكلام ده؟ ان هو بيقول ان الجهاز ECG ده بيشوف الاكتيفيتي بتاع الهارت عن طريق الاشارات الكهربائية او الالكتريك كارنت بتاعة القلب، وبياخدها وبتظهر عندي على الشاشة بتاعة الكاردياك مونيتور، واللي بيوصلها لي اللي هي الالكترود اللي انا لسه هقولكوا قدام بنوصلها على الشيست بتاع التشايل. بعد كده بنشوف ايه البيربس بتاع الكاردياك مونيتورنج. اول حاجة ان انا بعمل بيها ديسبلاي ذا كاردياك الكتروكارديوجرام اللي هو الاي سي جي، بشوف بيها اللي هو الاي سي جي بتاع المريض اللي هو رسم القلب. تاني حاجة بعمل مونيتور الاكسجين ساتوريشن اوف ذا ارتيريال بلاد، بشوف تشبع الدم بالاكسجين. وبعد كده تالت خطوة اللي هو help in diagnosis of life threatening problem as cardiac dysrhythmia so that life saving therapy can be appropriately applied. في ناس بيبقى عندها life threatening problem زي مشاكل مثلا في cardiac dysrhythmia، مشاكل ممكن تؤدي الى ان البيشن ده داي، فطبعا هنا ان الجهاز ده بيساعدني ان انا احدد اي مشكلة عن طريق الالارم بتاع الجهاز، طبعا بقدر ان انا اعمل لايف سيفنج ثيرابي للطفل ده. بعد كده هنتكلم عن الانديكيشن اوف كاردياك مونيتورنج، ايه الحالات او ان انا اقول لازم استخدم هنا الكاردياك مونيتورنج، او من الاطفال اللي انا هستخدم لهم الكاردياك مونيتورنج. اول حاجه بيشنت ويز سبريسد ريسبيراتوري سيستم باي ا دراج اوفر دوز اور انستيزيا، اطفال عندهم سبريشن في الريسبيراتوري سيستم نتيجه اوفر دوز، نتيجه مثلا التخدير عمليه معينه. تاني حاجه بيشنت ويز اكيوت مايوكاردال انفاركشن او هارت اتاك. بعد كده patient immediately post operative of open heart surgery. احنا عارفين زي ما قلنا قبل كده ان الاطفال وبالذات post operative دايما بيطلعوا على recovery room وبيتحطوا على الجهاز اللي هو الكاردياك مونيتورنج عشان يعمل لهم ايه اسس. بعد كده بنستخدمه لمين؟ رابع حد اللي هو patient with multiple trauma or septic shock. وبعد كده كمان هو مش بس عشان دول، لا هو كمان ممكن نستخدمه في الفولوينج جروب زي recently unconscious patient، ناس ليها فقد الوعي، poisoned patient، في مثلا حالات تسمم، patients presenting with chest pain or dyspnea، في صعوبة في التنفس او في بين مثلا في الشيست، فالدكتور بيحطه كنوع من المونيتورينج او برضو بيساعده في الدياجنوزيس. patients who are poorly perfused او شوكد، في مشكله او ممكن يكون في هايبوتنشن او في بورلي بيرفيوجن. بيشنت سويز هايبوكسيا اور ويز ابنورمال فيتال ساينز. بعد كده وين ا ميديكال اوفيسر ريكويست ذا بيشنت تو بي مونيتورد، اصلا الدكتور هو اللي طلب مني او ده كان الدكتور اوردر ان انا احط التشايل ده على الكاردياك مونيتورنج. بعد كده هندخل على البروسيدجر، ازاي بنشغل جهاز الكاردياك مونيتور، او ازاي الدكتور طلب مني مثلا ان انا اقيس الاي سي جي، او ان انا مثلا هو عايز يعمل اسيس للطفل ده لوقت معين. فهنقول دلوقتي بالخطوات. اول خطوه بعملها ومهمه جدا ان انا بعمل اسيسمنت، بعمل اسيس ذا بيشنت نيد فور الاي سي جي مونيتورنج. زي ما انا قلت في السلايد اللي قبل كده ان في حاجه اسمها انديكيشن، حاجه اللي بتقولي ان الطفل ده محتاج يتحط على الفنتليشن مثلا بوست اوبريتيف، بيشنت عنده مشكله في شيست بين، ديزنيا، مايكارد انفراكشن، انكونشس.
الادوات اللي انا محتاجها هحتاج كمان 3 الكترود اللي هي الالكترودز اللي انا هحطها على الشيست بتاع التشايل، هحتاج سبونج ويز الكحول عشان اعمل بها ديس انفكشن، هحتاج كي واي جل، هحتاج سيزر. بعد كده بعمل بريباريشن للنيرس. النيرس المفروض ان هي طبعا ووش للهاند عشان تمنع اللي هو السبريد او تو كنترول الانفكشن. البيشنت طبعا مهم جدا ان انا اعمل اكسبلين البروسيجر تو البيشنت، وبالذات ده تشايلد يعني اكيد خايف او يعني مستغرب هي هتعمل ايه. طبعا انا بعمله كده عشان اعمل ديكريز الانكسايتي وانشور البيشنت كوبريشن. انا لما اقول له ده ما تخافش انا مثلا هحط لك الالكترود ده هنا على صدرك وهوصلها عشان الدكتور بس هيشوف حاجه، فطبعا الخوف بتاعه هيقل. بعد كده بعمل بريبير البيشنت سكان قبل ما احط الالكترود، لو في مثلا هير بعمل شيفينج، بعمل ديس انفكشن ويز الكحول، طبعا المكان المفروض يكون دراي. بعد كده تالت خطوه، خطوه بقى الامبلمنتيشن، خلاص بالفعل هبدا في البروسيدجر. اول حاجه عندي ببدا ان انا احط بليز الكترود از فولوينج، بحط هما 3 الكترود بحطهم. اول واحد اللي هو الفيرست الكترود ات ذا رايت شولدر بيلو ذا كلافيكال، بشوف هنا عند الرايت شولدر عند كتف اليمين تحت عظمه الكلافيكال. ممكن في هو طبعا الالوان هنا ده مستقيما، بس كل جهاز بيبقى فيه يعني كل نوع مثلا بيبقى فيه الوان معينه، بس طبعا انا على حسب اليونت اللي انا شغال فيها بعرف طبيعه الجهاز. السكند الكترود ات ذا ليفت شولدر بيلو الكلافيكال، وده بيبقى يلو. باجي بقى عند الناحيه الثانيه، انا حطيت الاولاني عند الكتف اليمين تحت عظمه الكلافيكال، لا انا هاجي باجي هنا قصادها على الشمال برضو بحطها تحت عظمه الكلافيكال. الثيرد بيبقى برضو في الليفت في الفيفث انتركوستال سبيس ميد اكزري لاين. تمام كده انا خلاص حطيت الالكترود على الشيست بتاع التشايلد. ببدا بقى اعمل تشيك الكابل اللي هي الوصلات والاسلاك، اي حاجة مثلا مكسورة، مثلا حاجة متنية او كده بشوفها علشان اشوف اي عشان اعمل ديتكت كونديشن ذات ويل جيف ان اكوريت اي سي جي. انا ممكن بعد ما اعمل ويديني ان اكوريت اي سي جي تبقى المشكلة في ان الاسلاك مش متظبطة. بعد كده بعمل بلاج الليد واير انتو البيشنت كاب، ابدا اوصلها بالبيشنت كاب عشان اقلل التشانس اوف ديسكونكشن. بعد كده بعمل بلاك ذا بيشنت كابل انتو المونيتور، ببدا اوصل بقى الكابل بتاع البيشنت ده على المونيتورنج، وابدا اعمل كونكت الالكترود ليد واير، وابدا اعمل تيرن اون المونيتورنج. ببدا اوصل بقى كل حاجه اوصلها، وصلت اول حاجه حطيت الالكترود على الشيست بتاع البيشنت، اتاكدت من الكابلات تمام مفيش فيها اي مثلا تنايا او بروكن او كده مقطوعه مثلا، وابدا اوصلها بالكابل واوصل الكابل بالمونيتور. وطبعا بكون عامله ادجاست ذا مونيتور اللي هي الجيني سويتش والسبيد بتاعته، وبظبط الالارمات طبعا عشان ان انا تو اليرت ذا نيرس تو لايف ثريتنج ديسريزميا. بس في الاغلب الحاجات المكتوبه هنا دي اللي بيظبطها بيبقى الاخصائيين المسؤولين او اللي هما التكنيكال المسؤولين عن اللي هو الكاردياك مونيتورنج او الاجهزه الموجوده مثلا في العنايه او في اليونت. وطبعا بنظبط الالارم على اللو الارم ليميت ات مثلا 50 بيت بير مينيت، وهاي الارم على 150 بيت بير مينيت، يعني لو قل عن 50 بيت بير مينيت يديني الارم، ولو زاد عن 150 يديني الارم عشان ان انا اقدر اشوف حاله البيشنت مثلا يا اما اتصرف او اعمل نوتيفاي الدكتور. بعد كده خلاص انا وصلت البيشنت على الكاردياك مونيتور، شفت حاله البيشنت، الدكتور عمل له مثلا اساس، اخدت الاي سي جي لو الدكتور طالب مني كده، خلاص انا محتاجه افصله. اول حاجه ببدا ان انا اعمل ريموف الالكترود من على الشيست بتاع البيشنت. بعد كده بعمل ديسكارد زي يوز ذا ايتم، ولو في اني تشينج ان الاي سي جي باترن كان انديكيت سيجنيفيكانت بروبلم فور ذا بيشنت اند مي ريكواير بروميت انترفينشن. بعد كده ان انا برضو بعمل ان النيرس خلاص اللي عملت ريكورد بقى لكل حاجه عملتها اثناء البروسيدجر ده، عملت ريكورد الاي سي جي ستريب فروم ذا مونيتور اللي هو رسم القلب اللي بيبقى طالع لنا على ورقه طويله كده، بعمل ايفالويت ذا اس جي باترن كونتينيوال فور ديسريزميا، وبعد كده
اخر حاجه بتعمل ووش الهاند. اهم حاجه طبعا ان هي بتعمل دوكيومنتيشن لاي حاجه عملتها مثلا او اي حاجه جديده او اي حاجه ابنورمال حصلت وقت البروسيجر، بتعمل ريكورد ذا بيشنت اي سي جي، ريكورد اني ديسريزميا اند تريتمنت.